بالكرتابه نتاعك وقلت لي انا توا قصد ربي حارق، انا ثلاث مرات يروحوا بي ياخذوا عليه ب 3000 يورو باش تطلع توا باش تمشي. حبس شريط معاهم في ناس ما يروحوش بهم، المغاربه ما يروحوش بهم، احنا تونسي الرئيس هات لنا اولادنا. اللي سارق اللي ماخو قرض اللي يومه بعت له الذب سايبهم خويا سايبهم، على الاقل واحد بهم عطيهم نتاعهم صح عاود لهم. حرقه في كلامك انت تحكي يا ودي يا اللي يعفس على الجمره كان يحس بها صح، والله شنو مظلوم صح، والله اللي يعفس على الجمره كان يحس بها. بت خرب بت في ثلج بت في ترانات بت في غبيب بت تحت قنطره في ميكسيكو. ما رضيش نمشي نكتف روحي بالسلاسل ونلبد حلفة ناخذ اوراقي رجع اوراقي بالمحامي ومن بعد يعمل الله صح. اليوم كي يقول لك وصلنا اكثر من مليون ونص امراه عانس، كي يقول لك اليوم الشباب التونسي اخر حاجه يخمم فيها في وقت الراهن هي العرس، عليه الدنيا غليت، العباد فدت ياسر من تونس، العباد تلم فلوس تمشي تحرق، هذيك هو العرس. هو اليوم شبابنا يقول لك انا تو كان باش نعرس نخمم معناتها باش نمشي نعرس باش نرهن روحي، العرس اقل حاجه باش يتكلف بين 30 40 مليون وانا ما عنديش، وكل جاو عندي 30 و 40 مليون هذوما انا مشيت عملت بهم مشروع وانا مرتاح، خير من نوحر روحي في عرس وبعد تولي لي نفقه وتولي لي برشا مشاكل. شنو هذا ولا المحاكم كلها نفخه تو تلاقي نفخه على عجله تو اللي لم فرانك خويا يمشي يقصد ربي يا بحر يا سربي الكل اجت من البلاد خويا، الوضع مش هو صاحبي انا خويا انا قصد ربي بربي تو ان شاء الله ربي يسهل. ثلاثة مرات يروحوا بيه من الناس لا 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 اله الا الله محمد رسول الله. باهي دوري لحظه كيف كرتابتك انت نشوف فيك معناتها بالكرتابه نتاعك وقلت لي انا توا قصد ربي تو حارق، انا ثلاثة مرات يروحوا بيه ياخذوا عليه ب 3000 يورو جيت تحسبها ب 20 مليون تو ثلاث مرات يروحوا بي تونسي ساكت بدنيتك وباش تطلع تو باش تمشي. حبس شريط معاهم في ناس ما يروحوش بهم، المغاربه ما يروحوش بهم، احنا تونسي الرئيس هات لنا اولادنا. انت تو وين تمشي بالضبط؟ انا تو خليها كيكا وكا ربي يعلم وكا واليوم معناتها ان شاء الله قصد رب ان شاء الله صاحبي ربي يسهل. علاش؟ كي يقول لك انا علاش؟ شنو اللي خليك تخرج؟ انا خويا شاي خليني نخرج، انا في سويسرا اعطوني دار عام كامل، اعطوني دار في سويسرا في بازل فونتيرا المانيا وباريس، واعطوني شهريه وعام كامل وجو يبيع ما نبيتش في الشارع لان هيك تشوف العباد ترمي في الشارع وبلادي ما ربحت منها شيء. راحوا بيا كونترول بابي ما قلت لك انا 3000 يورو هات جيب صراحة. نحكيو بصراحه نعرفوا برشا توانسه مشاو غاديكا من غير اوراق وكملوا عاشوا وراك عمرهم قدوا اوراقهم ام على شرط يمشي غاديكا ريقلوه معناتها امورهم ريقله منظم. اذا بلبزت راه مش يروحوا بيك هذه حاجه معروفه. وانت علاش تبلبس الحابس وسايبوك ما يروحوش بيك؟ علاش بلبس شكون هذيك باش تاكل وتشرب صاحبي روحك روحك غادي لا تقول خويا لا بابا لا جدي لا عم روحك روحك لازمش بصنعتك غاديك قليل باش يخدموك في النوار ما غير وراك فهمتني الاكثريه ريسك صح تك تك قد شو مره تطلع انت ويرجع مشيت بيرغامو ميلانو مشيت بحذا جماعة الكباري في بادفا في ليفورنو مشيت الدنيا كل الحمد لله صاحبي فيها خير روحت حي فهمت خيرها في غير هذه الحاجة ما نحبوهاش احنا شبابنا معناتها اغلب شبابنا وبرشا كيفك انت فما المئات اذا ما نقولوش الالاف كيفك انت يقول لك انا كي باش نمشي لاوروب باش نمشي اول حاجة نخدم الريسك باش نخدم النوار غاديك باش نخدم سامحني في الكلمة باش نخدم البيضة ونخدم المسخة نعمل برشا فلوس بعد نروح سهلة هي سهلة غادي سهلة صح والله سهلة انت تو قلت لي الحمد لله كي روحت حي كي ما نروحش في صندوق حاجة أخرى كارثة أخرى فهمت كيفاش أما واحد والله البلاد صفر اللي سارق اللي ماخو قرض اللي يومه بعت له الذب سايبهم خويا سايبهم على الأقل روحت بهم عطيهم نتاعهم صح عاود لهم علاش ما تخدمش بحلالك أنت خارج اخدم بحلالك غاديك غادي فما ولا فما أنت علاش ما تخدمش بحلالك غادي يا ريتني خدمت الحرام انا انت تو قلت لي غاديك نهز الريسك ايه الاكثريه يهز الريسك صاحبي الاكثريه يهز الريسك كما باش تخدم لازمك دار في باريس صاحبي تخدم بالحلال في باريس دار في باريس لازمك دار كاري دار في باريس تخدم على روحك جوك بها انا ولات حومتي كلها في باريس وعلى فكره ولات خالي ولات خالتي هاكم وصلوا لصربيا
وكان يسمعوا فيه سيسروا ياكم يا صاحبي على الكزاوي. خد سربي هذا اللي نسمعوا فيه برشا بريود هذا. كان نحكيو شوي برشا برشا شباب يقول لك نعم تركيا تركيا سربيا. الكل ريت كل تونس الكل والله ورسمين الكل اصحابي كلهم ماخذين سربيين ويخدموا يتحركوا على السلوم وشوام به عابين مليارات او ملاي. فما عندي ولاد حومتي مشوا خرجوا بفلوسهم بالباكوم وغاديكا من النمسا دخلوا فينيزيا من فينيزيا مشوا اليوم اليوم كارين الديار وشارين كراب ويخدموا شوام به. احنا رانا ما نشجعوش احنا رانا ما نشجعوش الشباب باش يخرجوا يحرقوا قرنية خارج باسبورك بالبيز الفاسيام تاع لوتيجا وكبيره ما عندوش حق باش يراهو به زيد يعمل مرياج حتى يوفر فاكاس ما عندوش حق باش يراهو به وهم يسايبوا فيهم تاو الناطو بقرياج تنقزوا ثلاثه مرات سلال. عندي امي وبابا انا غاديك ايش نوريك وين غادي في روما ولدي غادي خرجوا بوراق تخلط عليه اكيد صح عندي دينتي عندي اموري هذه هاك العزيز في البابور ريتها دور ها يا ميمتي توحشتك كان يجيك اللي قاعد نشوفوا فيها احنا تو صوره الوالده معناتها هاي باب وين تو عايشه بالضبط في بوكوفينتو في توسكانا روم باش تمشي غاديك باش ترقى مستقبلك مضمون باش تمشي تخدم غاديك لا ما رضيتش نمشي نكتف روحي بالسلاسل ونلبد حلفة ناخذ اوراقي رجع اوراقي بالمحامي ومن بعد يعمل الله صاحبي. ايوا بعد تكمل في الثنية هذه تكمل لابد وتخدم خويا خدمة دار وتروح على روحك. صاحبي شافوا طوب. أنا خويا طردوني قالوا لي كيتي من سويسرا كيتي من فرنسا وكيتي من إيطاليا لعبوا لي الكل. غادي تلاقي القرى الكل يخافوا من التوانسة صح. البنات يجوهم وحدهم غاديك ملكات لهنا تبرد على وحدي تعمل لك هيك. ها وين يا خويا البيت؟ يا قيس سعيد سايب العباد. وقت تشوف العباد راهي مربوطة يا صاحبي برا شوف تفقدها في إيطاليا في فرنسا تفقدها بصح فهمني خاصة في أوديني برا تفقدهم في أوديني شفت شنو عاملين فيها المغاربة شفت التوانسة كيفاش غاديك الزياف راقدين في الشوارع كيفاش معذبين ولا إيه صاحبي خربت خربت في الثلج بت في الترانات بت في غبيب بت تحت قنطرة في زيكو لا والله غادي بالعرام مولدين مولود جديد غاديك جونا بي حفالي غاديك غير يختان الرئيس يسايبني ناحية الورقة الصح هذيك برلسكوني هاو قبل انا عندي خويا فهمني وعندي صحابي جاء من برلسكوني في الثورة جاء قبل 5000 براس في لمبادوزا عطاهم برميس ها الوزير هذا برلسكوني وعليه انت قايس سعيد تروح بينا اخوي شوف لنا حل هاي تراه كي راحوا بيه في حق الواد انا قلت لهم جيبوا لي الباجي متحرك العدليه يعني. راحوا بيه على البابور ثلاثة مرات زيد على فكرة مرتين من مرسي ومرة من الطليان ثم حرقة في كلامك كنت تحكي يا ودي اللي يعفص على الجمرة كان يحس بها صح والله شنو مظلوم صح والله اللي يعفص على الجمرة كان يحس بها